mắt người hình xăm đen. À, cái na Google đó có rồi, còn cái bình cái trừ chùi thuốc đỏ cho bé trước đó nghe, chắc được hai rồi, không có ba rồi. Tình hình không có nhiều để mất độ lắm. Trước nó vỡ đó. Cục nên đã nè. Có bình, bình to nó còn, có bình to muốn hết không? Để cho thằng xí được. Đổ không được, đổ. Chỉ còn một bình to nữa kìa. Hôm nay ta luyện công chứ không được bo. Hay xui. Nó đóng phim Ấn Độ mà. Khi mua mà khách đông ta đóng phim Mỹ. Đồ phim Ấn Độ đúng vui ghê. Quay từng mặt, từng cảm xúc. Có bắt mạch luôn mà. Coi mình ta.
Nếu ông Hạnh không trả tiền thì ông còn nhai hơn là phim của Gió Tâm Tôi. Cho ông đóng, cho ông đóng phim Ấn Độ được rồi. Bạn em à, bạn em đây hả? Bằng tuổi hả? Đau không gì? Đang nặng chỗ miệng bị hỏi. Đào chứ, nhưng mà bé chịu đựng được. Cũng tùy người, tùy cơ thể Kali. Có người là chỗ này sẽ dễ hơn, đỡ đau hơn cái trán. Còn có người cái trán này đau hơn. Không có sụt, không có thịt chắc. Đau dễ sợ. Mà cái cục nó bà lì kinh khủng. Nó bé 10 ngày nữa qua rồi, rồi mua hũ kem về bôi cho dán đỡ thâm, đỡ đồ, đỡ thăm mấy cái cục nút ruồi nữa. Với lại ăn đẹp da để ướp mụn nữa, hết mụn luôn. Mụn người gì nặng cho em hết luôn rồi. Cái nặng mấy cục chơi chơi mà răng các bạn nghỉ nghỉ. Thấy cục mô là nặng hết. Không trừ là cục mô hết. Đấy, nên mụn cũng đau đời mà.
Chùi chà. Bay tới tới đầu vậy luôn. Được rồi. Thấy cái cục này. أجواءنا النهاردة فلاحي فلاحي، الفطير المشلتت. هنتعلم النهاردة من إيد أم ياسر إزاي تعملي الفطير المشلتت، وإزاي تظبطيه على الشعرة، إزاي تعجنيه وإزاي تسويه وإزاي تظبطي السمنة بتاعته وإيه على إيه. هتقول لنا كل الأسرار النهاردة. عايزين النهاردة نقول لها تسلم إيدك يا أم ياسر بجد، والله ينور. الست دي تعبت معانا جدا وهي بتعمل العجين، ودي صنعة إيديها بقى وخبرة سنين. يعني فطير مشلتت يعني فلاحي بتاع المصريين، دي حاجة بتاعتنا احنا بقى، مش بتاعت اي حد تاني، من قديم الازل يعني زي ما بيقولوا. دوسوا لايك للفيديو الجامد دوت، وقولوا لي اذا كنتوا بتحبوا نوعية الفيديوهات ديت، ولا خلينا في المطبخ بس بتاعنا وبلاش نطلع نصور برا. النهاردة ام ياسر قالت لنا ان الفطير بيتعجن بدقيق ومية بس، والدقيق اللي هو جميع الاستخدامات، اللي هو ليه العرق، اللي هو الخمس نجوم، مش اي نوع دقيق تاني. ولازم يتلت كتير جدا 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 جدا، يعني لو عندك عجانة سيبيه ربع ساعة تلت ساعة، لو على ايدك مش اقل من نص ساعة عجن. كل ما تعجني كل ما يعمل عرق، كل ما هيتفرد معاكي بسهولة. بتسيبيه يرتاح العجين لمدة ربع ساعة تلت ساعة، مش اكتر من كده، وبيتفرد وبيبقى بالمنظر دوت. هي بتفرده على دقيق، مش بتفرده في سمنة خالص، السمنة دي وهي بتطبقه في الاخر. طبعا دي سر صنعتها، بتعملها الفطيرة كلها فردة واحدة، وبصوا في الهواء جواها عامل ازاي وما بتتقطعش منها، وست الله اكبر عليها، يعني ايديها تتلف في حرير. يعني السمنة بتاعتها بقى بتقولي بحط سمنة فلاحي ابيض على سمنة فلاحي اصفر، يعني البقري على الجاموسي على الزيت مخلط. يعني كيلو الدقيق بياخد ربع كيلو سمنة بيضة على ربع كيلو سمنة صفرة على ربع كوباية زيت، يعني بياخد ازيد من نص كيلو، حاجة بسيطة، اللي هي الزيت دوت. بتعمل التوليفة ديت بتطلع معاكي احلى فطير. تبتدي بقى كل ما تطبق ترش كده بايديها السمنة وتقوم مطبقة عليها زي ما انتوا شايفين. والفطير بيحب السمنة كتير، كل ما تزودي سمنة كل ما هتبقى حلوة معاكي. والدايت بقى الله يرحمه بقى، يعني هو فطير يا جماعة بناكله كل فين وفين، ما بناكلوش يعني صحيين فطرانين نايمين واكلين في حضنه، يعني كل فين وفين فطيرايه، كل فطيرايه بقى مظبوطه تمام. لازم ترتاح من نص ساعه لساعه الا ربع، وتقلبها كده وتغطيها علشان ما تنشفش من الهواء، وتبتدي بايديها كده هو تفردها. بصوا كل ما ترتاح كل ما تتفرد معاكي بسهوله. بعد كده هتدخلها الفرن، الفرن الفلاحي اللي هو النار العاليه بتاعته. لو فرن البوتاجاز بتاعنا لازم نعليه على اعلى نار جدا، وبعد ما يستوي هو ما بياخدش وقت، يعني هو كبير وقوي 10 دقايق 7 دقايق 10 دقايق. طبعا عشان الفرن ده عالي جدا فما بياخدش خالص اكتر من 5 دقايق، لكن لو فرن البوتاجاز بياخد له من 7 ل 10 دقايق على نار عاليه جدا، ما بتحطش على وشه قشطه علشان ما تحماش وتحمر وتبقى من جوه نيه. هي دي طريقتها وهي دي اللي قالتهولي انا، بس ايه لغيت الصوت علشان خاطر الدوشه بتاعت العربيات ودوشه الشارع، ما كانش الصوت واضح. بتبتدي بقى في الاخر تقرب كده الفطيره ناحيه النار، قال يعني ايه دي الشوايه بتاعت فوق، لان الفران ديت النار بتاعتها يمين وشمال، مش فوق وتحت زي الافران بتاعتنا. خلاص بقى بتبتدي تنقلها بعد ما تطلع من النار كده، وتحطها في صينيه تانية وتسيبها تهدى خالص، وتبتدي تلفها، ما تلفهاش وهي سخنه. انا كنت مستعجله بصراحه فلفتها لي وهي سخنه، فايه قشرت كده من على الوش. بتبتدي بقى تقطعيها انت في البيت بقى، وتاكليها مع حته مش كده، ولا جبنه قديمه، ولا عسل ابيض، ولا عسل اسود. يا وعدي شايفين التوريقه يا جماعه، السمنه عامله ازاي؟ اه ادوبه من فرط الجمال. عايزين ندوس لايك جامد قوي للفيديو دوت علشان تشجعوني اعمل لكم نوعيه فيديوهات زي كده كتير، وقولوا لي في الكومنتات. وعايزه كمان تقولوا لام ياسر تسلم ايدك، ام ياسر قاعده في واحد خطاب عند مدخل زايد 3. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تاني كتير. باي باي.
اهلا وسهلا بيكم، معاكم شيماء ايمن، والنهارده هنعمل المسقعه الارداحي. مسقعه من غير لحمه مفرومه، تنفع جدا للنباتيين، تنفع جدا لو مستعجله وما عندكيش حاجه وحرشه وبتاكل، وجميله جدا وانت مطلعاها من الثلاجه كده ساقعه. لو كنت اول مره تشوفيني ما تنسيش الاشتراك في قناتي مطبخ شيماء ايمن، وتفعيل تنتن الجرس علشان يوصل لكم كل حاجه بعملها اول باول. يلا بينا نشوف الطريقه المقادير. ليا شويه نصايح حابه ان انا اقولها لكم. وانت بتشتري بتنجان، اول حاجه لازم تكون القشره بتاعته بتلمع، ده بيدل على انه صابح وطازه. ابعدي خالص عن الدبلان واللي لونها بني كده فيها من بره، ما بيبقاش بتنجان ما بحبوش يعني، ولا بنصحكم بيه ان انتوا تشتروه. تاني حاجه اشتري البتنجانه الخفيفه، لان كل ما تقلت كل ما كانت مبزره ومش هيبقى طعمها حلو، هتبقى طعمها ممرر. بعد كده هو بتشتري البتنجانه تكون الخضار بتاعها العنقود بتاعها يكون مزهزه، هو اخضر ونازل كده على نص البتنجانيه كده، يبقى حلو كده، مش نص البتنجانيه قوي بس يكون نازل كده على البتنجانه، ما يكونش حته صغيره ومقلحف كده. تاني حاجه لما اجي يعني اقطعها، بلاش اقطعها بالعرض، لان كل ما بتقطعيها بالعرض كل ما بتشرب زيت. دي حاجه انا سمعتها وجربتها ولقيتها فعلا حقيقيه. لازم تقطعي البتنجان بالطول، كل ما بتقطعيه بالطول بيمتص الزيت حوالي 60% بس، لكن لما بتقطعيه بالعرض طبعا بيمتص الزيت 100%. لو انت مش حابه ان هو يمتص الزيت كتير، اوعي تحطي ملح وتقولي اسيبه ينزل الميه بتاعته وكده، يبقى انا مش هيشرب زيت. بالعكس انت كده بتفقدي كل الفيتامينات اللي في البتنجانيه. لو انت مش عايزاه يشرب زيت، ادهنيه بحبه زيت ودخليه الفرن، هيتحمر وهيبقى تحفه. احنا النهارده هنقليه مع بعض، وهقلي معاه البطاطس والفلفل الحامي والبارد، وتعالوا نشوف هنعمل ازاي الطريقه. انا بقى الفلفل ما بحبش احمره قوي، وبحب احطه سليم كده عشان اللي حابب يبقى فيه حاجه كريسبي او حراقه يبقى عارف هو بياكل ايه، اللي مش حابب ياكل يعني، النوعين يتاكلوا يعني، اللي هو اللي بيحب الكريسبي واللي ما بيحبش الكريسبي الاثنين ياكلوا مع بعض. البطاطس اهي كمان اهي، انا هخليها كده على جنب تتحمر، ونزلت معاها بقى ايه الفلفل ده الفلفل المكبب. انا بحب احمره وبحب قوي المسقعه يبقى فيها فلفل كتير، فهيتحمر ومعايا غطا الحله اللي هو الواقي بتاعي، وطول ما انا واقفه اكون عامله كده وانا بحط وانا بعمل، لو انت يعني لسه جديده علشان ما يفرقعش في وشك. والفلفل بكون شقه صغيره علشان ما يعملش الانفجار المروع يعني اللي بيحصل دوت واحنا بنقلي، فانا دايما ببقى بحمر وببقى عامله كده جزء كده متغطي وجزء متهوي، بس انا دايما واقفه عند الحته اللي هي متغطيه ده للامان. ها للامان للامان. بطاطس اهي كده اتحمرت، انا مش بحمرها قوي بس بخليها ايه تاخد يعني تحميره كده نص تحميره، لان احنا برضو بنسوي في الفرن. اطلع البطاطس واسيب الفلفل. يتحمر شويه عشان لسه ايه داخل. على مناديل الورق بقى ايه تمتص كل الزيوت دي. انا بحب قوي سندوتشات المسقعه والفول على البحر، استغربوا بحبها جدا، وبصراحه بتسد ويعني حلوه قوي اللي هي وجبه الظهر ديت، بتبقى جميله. بس انا هسيبهم بقى يتحمروا كده وايه وارجع لكم شويه نكون خلصنا بقى تحمير كله. انا كده خلاص حمرت كل البتنجان والبطاطس والفلفل وكل حاجه اهو،
بحطه في قلب مصفى، وتحت المصفى مناديل ورق علشان خاطر تمتص كل الزيوت. هنعمل ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ نفس الزيت اللي انا حمرت فيه البتنجان هقلله، طبعا مش كل الكميه دي، هقلل الباقي هشيله واخلي حبه صغيره معاهم فصين توم، ونرجع نشوف هنعمل ايه. هنا جبت توميه وحمرتها اهو في قلب نقطتين الزيت، يعني صفيت بقيه الزيت وخليت حبه بسيطه جدا. اهو بحمر التومه، انا مش عايزاها تتحمر قوي، عايزاها يعني تدبل بس تبقى حاجه بسيطه جدا، مش عايزاها متحمره قوي زياده عن اللزوم. اهي اهي، بعد ما دبلت التومه وبقت لونها اصفر اصفريك اهو، هبتدي انزل بنقطتي معلقتين زيت بالظبط، خل زيت ايه معلقتين خل، شايفين الخل اهو شكشك، انا مش عايزه اكتر من معلقتين، يعني حاجه بسيطه جدا علشان خاطر ايه ما تبقاش زعقه معايا. معلقه ولا الثانيه، معلقتين كبار كده حلوين، هكون مقطعه الطماطم عندي كيوبسات صغيره مكعبات صغيره، انا عايزه الطماطم كلها مكعبات ببذرها بقشرها بكل حاجه عادي، ما عنديش اي مشكله. هبتدي انزلها على التومه علشان تتسبك تتسبك، خدتوا بالكم انتوا من الحته دي؟ هنسيبها بقى تتسبك مع بعض كده، وهنرجع نشوف هنحط التوابل ايه، وهنحط معجون الصلصه ازاي، وهنعمل الكلام ده كله. كده اهو ابتدت الصلصه بتاعتنا تتسبك، شايفين بصوا عامل ازاي. هنعمل ايه ده، بس ضعيفه. هننزل بنص معلقه كمون ومعلقه ملح وربع معلقه فلفل اسود ونص معلقه من الكزبره، هننزل بالبهارات ديت على الطماطم، وهنزل بمعجون الصلصه برضو اهو كده. هو بجيب بقى ايه، بمصمص الصلصه اللي موجوده هنا بشويه ميه وبنزل بيهم مع الصلصه تكمل بقى بقيه التسبيكه بتاعتها، ونرجع نشوف هنعمل ايه. بصوا كده خلاص الصلصه اتسبكت وبقت زي الفل، هنبتدي بقى نرص رقات البتنجان والصلصه وندخلها الفرن كده تتشمع مع بعض، ونرجع نشوف هتبقى شكلها النهائي عامل ازاي. هنا بقى هو عندي صينيه وعندي الصلصه وعندي البتنجان والبطاطس والفلفل، هنبتدي نرص بقى البتنجان في الصينيه. اهو كده اهو، وفلفلايه كده ومعاها كبشة بطاطس كده، وابتدي اخد من الصلصة، هجيب معلقة تانية عشان المعلقة دي مش هتنفع، هبتدي بقى اجيب كده هو وارش صلصة ابتدي ارص بقى لغايه لما اخلص الصينيه كلها خالص. كده انا اهو رصيت الصينيه المسقعه، بصوا حلوه ازاي، هدخلها الفرن يا دوب تاخد لون كده تحت الشوايه، وبكده يبقى عندي احلى صينيه مسقعه ارتاحي. كده المسقعه معانا خلصت، كنت اتمنى ان كلكم تكونوا معايا والله وناكلها سوا كلنا. ابهريهم وجننيهم وزي بعض واكليهم. كنت معاكم شيماء ايمن، اتمنى الوصفه تكون سهله وعجبتكم. باي باي.
اهلا وسهلا بيكم، معاكم شيماء ايمن، والنهارده هنعمل محشي كرنب. واو، المحشي ناس كتير جدا 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 بتستصعبه، بس معايا ان شاء الله هيبقى سهل، وهنعمل الخلطه هتاكلي صوابعك وراها، وهتخلي الناس يقولوا لك ايه ده انت عامله فيها ايه. يا رب تستفيدوا من الفيديو، وان كنت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ويلا بينا نشوف ايه هي طريقة الكرنب بتاعت شيماء. اولا، وانا بشتري كرنب، انا رحت دلوقتي للخضري ورايح اشتري كرنب، اولا لازم اشتري كرنباية يكون ليها قاعدة وتبقى مبططة شوية. ليه؟ علشان تبقى مهوية، لان المدورة ديت بتبقى مليانة ورق، وساعات بتبقى مزرعة، وساعات بتبقى ما تعرفيش تفكيها. تاني حاجة بقى، ودي حاجة مهمة جدا، انا بحب الكرنب الدبلان، ما بحبش الكرنب اللي لسه طالع من الارض وورقه ناشف قوي، بحس انه هو بيتكسر مني. فانا بحب الكرنباية اللي هي الدبلانة دي، يعني لما بلاقي الكرنباية دبلانة انا عكس الناس كلها، اقوم شاريها على طول، بحس ان هي بتتفكك بسهولة، حتى لو هي مكبسة بحس ان هي بتتفك بسهولة. بصوا هعرفكم الطريقة بتاعت الكرنب ازاي نسلقه وازاي. طبعا انت بتجيبي اخضر ابيض، ده ذوق ويرجع لكم حسب كل واحد وذوقه. هجيب السكينه، بصوا انا هقرب لكم شويه، هجيب الكرنبايه اهي، تعالوا كده، هجيب الكرنبايه وهقوم عامله بالسكينه كده، هي دخلت قوي. بصوا ماشيه داير ما يدور عشان اطلع الراس دي اهي، بصوا طلعت. اهي سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه، يا رب تكونوا شايفين. اهي الكرنباي، بصوا قورناها بالمنظر ده، اطبل عليها اسمع صوت كده ايه بتطبل، ما تبقاش مكتومة قوي. بالمكتومة بتبقى بتطلع ورق كتير، بس بيبقى صعب انها تكسرها. جيبيها لو انت عايزة تجيبيها مدورة، جيبيها دبلانة هتبقى حلوة. هنعمل ايه؟ تعالوا كده، هنجيب حلة فيها مية مغلية، وهنجيب كمون، هنحط حبة كمون ما نكترش عشان ما تمررش. طب ليه الكمون دوت؟ علشان خاطر الانتفاخات بتاعة الكرنب. هنقوم حاطين الكمون، وبحط معلقة زيت، معلقة صغننة. طب ليه الزيت؟ علشان لما الورق ينزل يبقى فيه لمعة كده، ويبقى ما يلزقش في بعض، يعني لما اجي افك الورق واقطعه واحطه فوق بعض وارصه بيلزق فيه. وهقوم نازلة بالكرنباية بعد ما بشطفها، بعد ما بشطفها بقوم نازلة بيها كده اهو زي ما هي، مجرد انها تدبل، انا مش عايزة اكتر من كده. يا رب تكونوا شايفين كويس. تالي كده علشان تشوفوا، شايفين؟ ما بحطش ملح، تعالوا لي بقى، ما بحطش ملح، الملح بيجلد معايا الكرنب. في ناس بتحب تحط ملح، بس انا احط ملح ليه؟ ما انا الشوربه فيها ملح والخلطه فيها ملح، احط ملح في الكرنب ليه؟ هيجلده. فانا مش عايزه الكرنب يبقى مجلد معايا وانا باكله، انا عايزاه يبقى بيتقطع بسهوله. فمش هحط ملح، هحط حبه زيت وحبه كمون بس. بصوا الكرنبه خلاص كده، هو من هنا هو دبلت، هقوم انا قلباها بالمنظر ده كده، على وشها
بصوا الكرومبة ايه دبلت معايا خلاص، انا بدلقها بقى على وشها عشان ايه تبتدي تتفكك من بعض. وهجيب صينية وهحط فيها الكرومب. اهو شايفين الورق بيتفكك، انا مش عايزاه يتهري، هو مجرد كده ما طلع خلاص. شايفين ببتدي احط بقى ايه ورق الكرنب اللي بيطلع دوت في صينية. دي اسهل طريقة للكرنب. اسهل طريقة لسلق الكرنب. تبقي عارفه بقى مقاس الحله بتاعتك وتجيبي الكرنبايه قدها، ما تجيبيش كرنبايه اكبر. حسيتيها انها نيه شويه مفيش مشكله ان انت تدلقيها في الميه كده. بحط بقى ايه الكرنب كده اهو. الكرنباية التانية اهي، انا هجيب السكينة، انا قربتها هنا علشان الاولانية انتوا مشفتوش، هنغزها كده واقوم عاملة زي مربع كده اهو، واحاول افكها كويس يعني في المربع دوت اوصل للاخر علشان تتفكك مني وانا بسلقها عشان الورق ما يعصلكش. ببتدي بقى افك كده اهو، اهي طلعت بكل سهولة اهي. اشوف من هنا هو لو لسه في هنا اللي هي بقية الراس ببتدي اشيلها عشان تفك معايا سهلة. يعني انا عندي مثلا لو الحلة بتاعتك صغيرة تجيبي كرومبايتين احسن ما تجيبي كرومباية كبيرة وتحتاسي ما تعرفيش، عايزة تفككيهم وتسلقي ورقة ورقة ما فيش مشكلة، بس انتوا طلبتوا مني عايزين اسهل طريقة للكرومب فانا هقول لكم اسهل طريقة بالنسبة لي. خلاص انا هنا هو دي عايزة تشيل شوية. اهو المهم ان احس ان الورق يعني بصوا بصوا مفيش حاجة من الراس، هشطفها بالحنفية كده هو وهقوم حطاها في الميه بتاعتي. اهو بصوا اهي، دقيقتين وهقلبها الناحيه التانيه دقيقتين وخلاص. قعدت معايا 5 دقايق وحسيت ان هي خلاص استوت، على طول ميه من الحنفيه اشطفها. ما قعدتش معايا كتير وحاسه ان الورق يعني الى حد ما البخار اللي بيطلع بقعد اقلبه كده يمين وشمال لغايه لما تكمل سواها. بصوا دي اتهرت مني للاسف، شايفين مش هتبقى حلوه، انا عايزاه نص سوا شويه. مبدئيا انا كده خلاص خلصت الكرومب بتاعي. كل كرومبايه لو انا عملت اكتر من واحده بخليها في طبق، ما بحطش الكرومب اللي اتعمل الاولاني مع الكرومب التاني، لان الكرومب الاولاني لما انا قلبته خلاص والبخار بتاعه كمل بقيه سواه خلاص استوى. لما هاجي هعمل تاني واحط ده على ده، طب ما اللي قبل كده استوى خالص كده هيتهري مني. لا كل كرومبايه خليها كده ايه في طبقها. تاني خطوه هجيب البصل، يعني وانت بتنقي جيبي الكبير عشان تقطعي 5 6 بصلات وخلص الموضوع على كده. انا بجيب البصل كبير ده للمحشي، على كل كيلو طماطم بحط كيلو
بصل. يعني انا لو عملت 2 كيلو طماطم بحط 2 كيلو بصل. اولا بيزود، بدل الرز بيبقى البصل اكتر وبيبقى طعمه حلو جدا في المحشي وبيدي تيست رائع. هقطعه في الكبه، وفي نفس الحله اللي انا سلقت فيها الكرنب بشطفها وبنزل بالزيت والبصل، وبعمل معاها قرن فلفل حامي زي ما تحبي. يعني شوفي انت عايزه تحطي فلفل حامي، عايزه تحطي فلفل مكبب، حطي الاثنين زي ما تحبي. انا بفرمهم مع البصل وهنشوف دلوقتي. مبدئيا كده البصل خلاص فرمناه وخليت جزء ما حطيتهوش في الحله، هحط عليه حبه فلفل اسود وهسيبه علشان ما يصننش، لان انا هحطه مع المحشي ني. وهجيب الجزء الثاني، انا ما بحطش سمنه في قلب المحشي. ليه ما بحط السمنه؟ في ناس بتحط سمنه وتحط ليا وتحط الكلام ده. اولا بيجليط، انا مش عايزاه يجليط، انا عايزاه يبقى فاكك كده وحلو. بصوا البصل اهو بيتحمر، هنسيبه يتحمر وبعد كده ايه هرجع لكم اقول لكم هنعمل ايه. والبصل ده هحط عليه فلفل اسود منفاش علشان ما يصننش معايا. حطينا خلاص الزيت، انا بعمل المحشي بالزيت، ما بحبش اعمله بسمنه خالص ولا بلية ولا بالكلام ده خالص. اللي حابب هو حر، بس انا المحشي لما بيبرد وانا عاملاه بسمنه بحس ان هو، خصوصا في الشتاء والكرنب ده شتوي يعني، بحس ان هو قفش كده، فانا عايزاه ايه يبقى كويس يعني يبقى فاتك. وكده بقى بنحمر البصل. الزيت مش عايزاه كتير قوي علشان ما يعني ما يعومش كده على 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 يعني، مش عايزاه كتير خلاص. عايزاه الزيت يدوب كده هو. وحطينا البصل التاني عليه حبه فلفل اسمر صغيرين جدا وهقلبهم، ده عشان خاطر ما يصننش. خلاص هنيجي بقى لمهمه تقطيع الكرنب. هنعمل ايه؟ خدت الكرنب، جبت مقصي، تعالوا بقى هنا كده. تقطيع الكرنب، جبت المقص بتاعي وهقوم قطع كده اهو. ما عندكيش مقص وعايزه تعملي بالسكينه مفيش مشكله. خلاص شلت البتاع ده، شايفين؟ بصوا الورقه اهي انا قصيتها، هقوم عامله ايه؟ لو متنيه افرديها، المهم هي كده. هقوم بقى ايه برماها. خلاص بعد ما برمتها بشوف انا عايزه حجم الصباق، حجم ال بتاع قد ايه. فانا مثلا عايزاه الحجم ده، اقوم قصه كده واقوم قصه كده. خلاص انا كده ايه اجيب طبق بقى ابتدي ارص الكرنب بتاعي. ده ما برمهوش، هوريكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. هجيب واحده تاني اهي وهقوم جايه بالمقص. المقص ده طبعا بتاع اكل، مش بنعمل بيه اي حاجه تاني. وهقوم برماه كده 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 اهو. وهقوم شايفه انا الحجم بتاعي قد ايه، انا عارفه بالويم فبقص، انتي مش عارفه قيسي اهو. خلاص كده المحشي بتاعي، بصوا مفيش اسهل من كده. هجيب تاني واحده وهبتدي اقص الورق ده كده، وهقوم زي ما انا جايباها من هنا هو هقوم برماه برماه برماه. شايفين بعد ما اتبرمت بالمقص؟ بعد ما بخلص الكمية كلها هقوم بقى ايه فتحاها كده وقطعها الحجم اللي انا عايزاه، واقطع فوق بعض. ورص بقى ايه فوق بعض. بصوا
انا بس ايه عشان ما اطولش الفيديو عليكم، انا ايه بشوف الحجم اللي انا عايزاه ايه، شايفين؟ بس بجيبه كده وبقعد ايه بتبقى سهلة جدا. خلاص بصوا اهو، عندي بقى العروش ديت ببتدي اقطعها كده ايه مربعات بالسكينه، اقطعها كده حتت ايه صغيره عشان هحطها في قعر الحله. بصوا الحاجات الوحشة ديت بنشيلها بقى، انا كده عندي ايه اللي هو هيتحط في قعر الحلة. طب ليه يا شيماء ما بتحطيش ورقة سليمة؟ علشان خاطر لما وانا بسوي ما يتوزع درجة الحرارة، ما يطلعش معايا واحدة واحدة والشوربة تنزل وتسوي كله، والطبقة اللي انا بحطها في قعر الحلة دي عشان تحميها لي انها ما تشطش، والباقي خلاص برميه، او لو انا عايزة احتفظ بيه وبعمله مخلل هبقى اعمله لكم برضو. انا ليه بعمل اتنين؟ علشان خاطر انا بزود في الطماطم وبزود في الكرنب علشان لما اجي اعمل المرة الجاية تبقى سهل، هقطعه وهلفه، مش هقطعه كده مجرد ان انا هعمله رول وهشيله في الفريزر، ونص الصلصة دي برضو هشيلها في الفريزر، بحيث ان انا لما اجي اعمل المرة الجاية اقطع الخضرة واقوم حطها على الصلصة والرز وابتدي اعمل الخلطة بتاعتي، يبقى انا جاهز، يبقى سهل بالنسبة لي المحشي. يعني انا بعمل مرة بتعب فيه والمرة التانية ما بتعبش فيه. انا البصل عندي خلاص كده اتحمر، انا ما بحمرهوش قوي، بصوا شايفين انا ما بحمرهوش قوي، يا دوب بس يعني يبتدي ايه تحس ان هو ابتدى يدبل. بضرب الطماطم بتاعتي في الكبه، ما بضربهاش في الخلاط، انا عايزه الطماطم بتاعتي قطع، بصوا انا عايزاها كده. هضرب بقى كمية الطماطم كلها وهرجع لكم. بعد كده هو خلاص هي اتسبكت اهي نص تسبيكه، بنزل بمعلقه سكر كبيره، معلقه سكر، ودي عشان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم وتديها طعم حلو جدا. وهبتدي اوطي على الصلصه، لما بنوطي على الصلصه الزيت بيعوم على الوش كده وبتسبك وبيبقى ليها طعم احلى كتير من لما بتكون على نار عاليه. الكرنب التاني خلاص لفيته بس ما رصتهوش، وبغطيه بستريتش وبشيله في الفريزر، بيقعد معايا بقى، ممكن اخليه لرمضان، ممكن اخليه في الاسبوع الجاي جالي ضيف مفاجئ، اي حاجه، المهم بس ما يغيبش كتير. يعني الكرنب بالذات ما يقعدش اكتر من اسبوعين ثلاثه، شهر بالكتير قوي في الفريزر. وبلم بقى الباقي وكده. بصوا بقى، بصوا الطماطم شايفين؟ شايفين اتسبكت ازاي؟ والزيت اهو عام على الوش وبتثبت معانا. احنا حطينا السكر، هنحط الملح، هنحط
بستخدم جزء وبشيل جزء برضو في الفريزر مع الكرومب. الكرومب بصراحة لما أنا بشيله في الفريزر أنا ما بحتفظش بالعروش بتاعته وأقطعها كده. أنا الخضرة بيبقى فيها عروش، لما باجي أقطع الخضرة بيبقى فيه نصها كده عيدان من غير ورق، بغسل العيدان ديت وبرصها في الحلة وبرص بعديها الكرومب يعني، عشان بس ايه ما تاخدش مني مساحة في الفريزر. بس احنا حطينا الملح، هنحط فلفل اسمر، بصوا مش كتير عشان ما تغمقش الصلصة مني، وهنحط حبة كمون برضو مش كتير، كتر التوابل بتمرر الاكل يا جماعة، بصوا يعني حاجة لا تذكر. وهحط كزبرة، الكزبرة اللي ممكن تبقى شوية مش كتيرة قوي برضو، بصوا اهي كزبرة، نحاول ان احنا ما نزودش في التوابل علشان خاطر طعم المحشي يبان يعني. انا برش شوية نعناع، اللي حابب يحط اللي مش حابب ما يحطش، انا بحب النعناع جدا مع المحشي. محشي الكرنب ما بيتحطش معاه توم، هو بصل بس، التوم بيتحط مع ورق العنب. هعمل لكم برضو بعد كده خلطة ورق العنب لان ليه تركات كده لازم نخلي بالنا منها. حطينا كده وبجيب الخضرة بتاعتي، انا بعمل حزمة بقدونس، حزمة شبت، وحزمتين او ثلاثة كزبرة. انا بزود الكزبرة شوية، هاخد كبشة وهحطها كده هو مع الصلصة، وهخلي الباقي في قلب المصفى، وهبتدي ايه ادي غلوة بريحة الخضرة دي. الخضرة دي لما بتاخد غلوة كده، الله يمسيها عزة صاحبتي قالت لي حطي حبة خضرة وانتي بتسبكي الطماطم هتديكي ريحة وطعم، وتبقى ليها كده تست تاني خالص يعني، بجد يعني عجبتني جدا. مهم الطماطم ما تبقاش، بصوا الطماطم انا مش عايزاها معصورة، انا عايزاها حتت كده، تاخدي صباع المحشي تلاقي حتة طماطم مع حتة بصل مع حاجة تانية خالص يا جماعة. ده محشي يا جماعة، احنا عندنا عيد النهاردة. الخطوة دي واحنا بعد ما نزلنا الخضرة بنزل بالبصلة النية اللي فيها الفلفل الاسمر. لو انتي مستكترة البصل حط البصل اللي يناسبك، انا ما عنديش مشكله، بس انا عن نفسي واحنا بنحب يعني بنحب المحشي كده اهو. البصله النيه دي بقى بتدي تست حلوه قوي، اللي هي مش متس يعني مش متحمره في الزيت يعني، وفي نفس الوقت برضو بنقلل الزيت عشان كميه البصل ما تاخدش الزيت كتير. ببتدي انا ايه بسيبها تدي غلوه مع نفسها تاني. بصوا بصوا كده اتسبكت على نار واطيه، اهم حاجه النار الواطيه دي بتخلي طعم التسبيكه فظيعه. معلقه السكر مهمه جدا، طماطم ما تبقاش مضروبه قوي في الخلاط او في الكبه، تبقى قطع على قد ما نقدر، او ابشريها يعني بس بلاش تعبي نفسك لو ما كانش اضربيها وخلاص يعني. بصوا متسبكه ازاي، شايفين حمرا ازاي، كل ما بتتسبك طبعا كل ما بتحمر كل ما بتبقى فظيعه. انا كده بالنسبه لي خلاص التسبيكه بتاعه المحشي خلصت. هنعمل ايه، هشيل جزء العلبه اللي انا قلت لكم عليها علشان خاطر المحشي التاني. وانا بصور الحته دي منوره ف هي دي احلى حاجه. بصوا ابتدي بقى اشيل ايه من التسبيكه ديت في قلب علبه وبشيلها في الفريزر، وناخد بقى ايه من الزيت اللي على الوش ده عشان ايه لما نيجي نعمل برضو المرة الجاية يبقى حلو كده. انا هشيلها في الفريزر مش في التلاجة، فمش هتفرق معايا بقى البخار يطلع البخار ينزل اهو، ومعايا الكرومبة التانية، يبقى انا كده ايه ضمنت حلة محشي مجرد انها تتلف في اي وقت انا مزنوقة وخلصت.
المحشي التاني. بصوا انا كده خلاص الصلصه اتسبكت. بعمل ايه؟ بجيب الرز، بحط حوالي كوبايتين رز. انا ما بغسلش الرز يا جماعه. في ناس هتستغرب هتقول لي ايه ده ما بتغسليش الرز، اقول لهم لا ما بغسلش الرز، احنا قفلنا عليه النار خلاص، انا ما بديش للرز غلوه، انا قفلت عليه بس انا حطيته والتسبيكه سخنه مولعه. طب ليه حطيت الرز الاول؟ علشان يشرب من الصلصه وهتبقى حمرة جدا. بصوا حطيت حوالي كوبايتين رز، وبعد ما كده هسيبه في الحله شويه اهو. انا لما بغسل الرز، تعالوا لي بقى هنا كده، انا لما بغسل الرز في ناس بتحب تغسله اغسليه، بس انا عن نفسي لما بغسله بحس ان الرزاية بتعجن مني سنة، بالاضافة لانها يعني ما بتمصش الصلصة كلها، انا عايزاها تمص الصلصة جدا جدا جدا. وبعد كده هقوم نازلة بالخضرة بتاعتي. بعد ما حطيت الصلصة اهي، بصوا بصوا خلاص كده اهو، احط الخضرة بتاعتي على قد ما انا بقى ايه، حبة حبة خضرة كتير اوكي، حبة خضرة قليلة اوكي، بس زي ما انا بقولكم انا بزود الكزبرة عن الشبت وعن البقدونس في خضرة المحشي. خلاص انا كده بقلب اهو الخضرة بتاعتي مع ال، وكده نبقى جاهزين للف. كده خلاص حلوة قوي. الخضرة التانية برضو عايزه اشيلها في الفريزر اوكي، عايزه اشيلها في التلاجة، انا بحطها في علبة فيها مناديل زي علبة الصلصة كده، بحط فيها مناديل وبحط فيها الخضرة، بتعيش معايا لأي حاجة بقى، عندي سلطة، عندي اي حاجة عايزه احط تحتها خضرة، كفتة بتاع اي حاجة يعني ايه، بتنفع جدا طبعا. خلاص انا كده خضرة المحشي والمحشي جاهز معايا، شايفين يا جماعة؟ بصوا انا مش بحبه مش احمر، لازم يكون احمر ويكون كده اهو. بصوا شايفين؟ بصوا بقى انا كده ايه، الحلة بتاعتي هي دي اللي انا سلقت فيها الكرومبة وشطفتها وعملت فيها التخديعة بتاعت البصلة وشطفتها، وفي العادي انا ما بشطفهاش لما باجي ارص بصراحة، بس علشان ايه، تصوير كده وحركات، انا نظيفة. شطفتها برضو، بس هي خدوا بالكم هي مشطوفة يعني مش مغسولة قوي. ببتدي اعمل ايه، انا باخد شوية خضرة بحطهم في القعر. عايزة اقول لكم الحركة دي بتدي تيست رهيب، وبنزل بالكرنب اهو، شايفين بيبقى كده. بس نخلي بالنا ان وانا بحط الخضرة لازم تبقى هي اللي تحت، ليه؟ عشان الخضرة لو هي اللي فوق مع الشوربة هتلاقيها عامت والصباع هيبقى فيه خضرة كتير، فانا ايه حبها كده هو. خلاص بعد ما رصينا خلاص الكرنب بتاعنا، هبتدي بقى بصوا الصلصة بتاعتي عاملة ازاي، شايفين؟ هي بتبقى ده المنظر بتاعها. لو حسيت ان هي عايزه صلصه تاني، بصوا انا بوريها لكم اهي، حاجه بقى فظيعه، محشي رهيب، اتحدى اي حد يعمل المحشي دوت. لو هي عايزه معلقتين صلصه حطي معلقتين صلصه، وهقول لكم برده التركات. احنا دلوقتي عندنا اهو الكرنب، بصوا بقى وانا برص الحله بتاعه محشي الكرنب، انا مش عايزه الحله متسنتفه بالسنتوفه، لا يعني وقت ما ايدك تحطي الصباع المحشي حطيه، بلاش الحنتفه اللي هو يبقى مترص بقى كله رص رص رص، لا انا عايزاه يعني الى حد ما منعكش. طب ليه منعكش؟ علشان لما الشوربه تنزل ما يطلعش معايا واحده وواحده،
يبقى كل المحشي وصله شوربه. بصوا انا ببتدي الف وبضغط مخليهاش سايبه عشان ما يفكش مني صباعه، شايفين؟ شايفين؟ بس ثواني بقى خلاص كده ايه، انا بلف. هو لو فيه رز وانا بضغط هتلاقيه طلع من الجنبين. طبعا هي المحشي ده عايز قعدة يعني، بس ايه ربنا ما يحكم عليكم. والله يا زمن زرعنا الشوك. معلش الدور بقى يا جماعة، انا عاملة لهم محشي النهاردة بقى، بصوا يعني حدث ما بيحصلش اصلا اصلا في العادي، عشان تبقوا عارفين انا ما بسلقش كرنب في البيت. انا عندي بجيبه جاهز بصراحة، لكن لاجل عيونكم سلقته. هو سهل طبعا جدا وكل حاجه، بس يعني مش دعوه بالبق اللي انا قلته ده، كانكم ما سمعتوش حاجه. بس انا بجيبه عشان انا كان في واحده بتعامل معاها لما كنت بطبخ، وكانت بتعمل لي هي الحاجات دي، فكانت مضمونه انا عارفاها يعني، ف مش اي حد برضو نروح نشتري منه. والله الموضوع سهل جدا، بس هو بس ايه عمليه تعود. بصوا انا بكلمكم اصلا في الخمس دقايق دول، بصوا رصينا حبه، هنكمل بقى وايه واوريكم بقى التركات بتاعت التسوية. هنكمل وهوريكم التركات بتاعت التسوية. بصوا انا عايزة اوريكي حاجة، بصوا انا هقرب للكاميرا، شايفين صباع المحشي لو ما كانش محمر كده من بره وتحسيه احمر ما مش هيبقى حلو. خلي بالكم الحتة دي، يعني زودوا الصلصة شوية يا جماعة، توصوا توصوا. بصوا الشوربة ابتدت تغلي، هقوم نازلة عليها بمكعبين مرق الدجاج، وهنزل عليها بكبشة صلصة. تمام، وهناخد برضو كبشة من الصلصة ديت هنحطها على المحشي. بصوا المحشي ما شاء الله، الف هنا على قلبي انا. بصوا لازم الشوربة تكون بتغلي يا جماعة، لازم. الشوربة اهي غلت، هقوم قافلة عليها وهقوم حاطة الشوربة. اخلي بالي وانا بحط الشوربة، اول حاجة لازم تكون مغلية، تاني حاجة اقلب كده عشان اشوف الشوربة وصلت لتحت ولا لسه، هقوم حاطة شوربة تاني. الدجاج ما لسه ما دابتش فهدوبها معاكم. يلا الشوربه كلها في حتت مرق الدجاج، خلاص انا ما حبكش يعني. طيب انا دلوقتي بحط الشوربة لغاية فين؟ بصوا الشوربة عندي لو انا عملت كده بالمعلقة هتبان اهي، لو عملت كده هتبان. انا عايزة الشوربة كده، مش عايزة الشوربة لغاية الاخر علشان ما يعجنش مني، انا عايزاه كده هو. وهقوم عاملة ايه بقى؟ الصلصة يا اما حطيناها على الوش يا اما
حطيناها مع الشوربه. انا بحب الصلصه شويه فهقوم ايه موزعها حبه كده على الوش بيبقى شكله حلو. انتوا شايفين ولا ايه؟ خلاص وبسيبها تغلي. واحنا بنسوي المحشي لازم اوسطن الحله، ما ينفعش تبقى النار جايه على جنب وجنب، لا لازم اوسطن الحله وكل شويه اقعد ايه اهزها كده، كل شويه اقعد اهزها كده واسيبها بعد ما تغلي خالص واحس ان مفيش ميه، ابتدي وابتدي بقى ايه بالمعلقه كده هو عشان اوسع للشوربه. ابتدي كده اهو عشان انا عايزه الشوربه توصل لكل المحشي علشان خاطر يستوي. مش عايزاه بس يفك مني، بس هو ايه زي ما انا ما بقول لكم كده اهو موسطه حله المحشي واسيبه يغلي. كده خلاص سوينا المحشي طالع معانا اهو بسم الله ما شاء الله تحفة. ليا ملاحظات اتمنى ان انتوا تاخدوا بالكم منها. وانا بشتري الكرومبا انا بحبها بيضة، وانا بسلقها اسلقها كويس مهريهاش وما طلعهاش نية. بعد كده هو بحط سكر في قلب الصلصة والصلصة تكون مضروبة بالكبة مش معصورة خالص. وانا بعمل البصل على كل كيلو طماطم انا بحط كيلو بصل، دي حاجة اختياري طبعا مش مجبرة انك تعمليها، ممكن تحطي نص ممكن تحطي ربع على حسب ما انت بتحبيه، بس انا عن نفسي بحبه كده. وبحط الخضرة بزود الكزبرة، بحط معلقة سكر في الصلصة، بوطي على الصلصة وانا بسبكها، البهارات ما تكونش كتيرة علشان ما تضغيش على طعم المحشي. واحنا بنسوي نوسطن الحلة، الشوربة يدوب تبقى على قبل العقلة الاخيرة، اقعد اهز في الحلة كل شوية وانا بسوي اعلي لغاية لما تشرب الشوربة وانا بقعد اهز علشان خاطر ما يشطش. وفي الاخر بقوم حاطة على عين واطية بعد ما تتشرب المية خالص، بقوم موطية النار ونقلاها من النار ديت على النار تانية. معانا الرز الباقي دوت مش برميه، انا بجيب كوساية بقطعها ترانشات وبجيب فلفلاية حمرة وخضرة وبقطعها ترانشات وبجيب بتنجانية وبقطعها وبسويها زي المحشي بالظبط بس في حلة. انا بقى كل الرز التاني ده اكتر من المحشي نفسه. المحشي اهو شكله حلو، بحط ممكن معلقه سمنه بلدي او زيت على حسب ما تحبوا، انا عن نفسي ما حطيتش اي حاجه، اكتفيت بالزيت اللي انا حطيته في البصل في الاول. بحط البصله النيه بحبه فلفل اسمر مع الخلطه، واخلي الخلطه حمراء ما خليهاش بيضه علشان خاطر يطلع معانا المحشي كهرمان بالمنظر دوت. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم وباي باي.